السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم، أما ثم بعد، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم باللغة العربية. الانفوجرافيك اللي قدام حضراتكم انا قمت بتصميمه لشرح بسيط ومبسط للخطوه الثانيه من خطوات التنفس الخلوي. التنفس الخلوي احنا عارفين ان هو بيتم على ثلاث خطوات. الخطوه الاولى اللي هي الستيب 1 جلايكوليسيس او التحلل السكري، دي بتحصل في سيتوبلازم الخليه. ثم الخطوه الثانيه ستيب 2 اللي هو كريبس سايكل ان ميتوكوندريا، دي بتحصل في الميتوكوندريا داخل الميتوكوندريا، دوره كريبس نسبه الى مكتشف هذه الدوره. الخطوه الثالثه اللي هو الستيب 3 الكترون ترانسبورت سيستم، ده بيحصل برضه في جزء خاص في الميتوكوندريا اللي هو تحول الطاقه من الصوره المعقده شويه او الصوره اللي هي الناد اتش الى الصوره للاي تي بي اللي هي سهل استخدامها. الخطوه الاولى اللي هي الجلايكوز او التحلل السكري دي ليها فيديو مستقل هيتم رفعه، اللي هو تحول اللي هو ايه، عباره عن ايه الجلايكوليسيس، هو عباره عن تحول جزيء الجلوكوز اللي هو 6 كربون الى جزيئين من البايروفيت، يعني بكسر ده من النص هنا الى جزيئين. الحقيقه الخطوه دي مش خطوه واحده، هي بيتم في تحلل سكري ده بيتم على 10 خطوات. طبعا ده في فيديو مستقل بيكون الناتج فيهم 4 اي تي بي و2 ناد اتش، كل واحد ناد اتش بيساوي 3 اي تي بي. الخطوات العشرة دول بيتموا في السيتوبلازم فيما يعرف بالتحلل السكري او الجلايكوليسيز، وده ليه قصة طويلة ليها فيديو مستقل. طيب ننتبه ان الغرض من التكسير هو الجلوكوز ده جه منين؟ الجلوكوز ده داخل الخلايا جه منين؟ جه من سواء التغذية اللي حصلت في الكائن الحي سواء انسان او حيوان عن طريق ان هو اكل اتكسر الاكل ده واتهضم وامتص في الامعاء ووصل للدم واللي انتشر في كل الخلايا، فاصبحت كل خليه من الخلايا فيها جلوكوز. طيب ده بالنسبه للخلايا. طب وبالنسبه للنبات؟ النبات والفطريات والطحالب الاكل بيتم بنفس الطريقه بيحصلوا على الجلوكوز سواء في صوره من البناء الضوئي زي النباتات والطحالب وبعض انواع البكتيريا او في صوره الترمم او التكافل الى اخره. المهم اي كائن حي لازم هيحصل على طاقه. يبقى الغرض هنا في التنفس الخلوي هو عمليه هدم او تكسير او ان احنا بنحول المركب المعقد اللي هو الجلوكوز اللي هو المركب العضوي الى مركبات ابسط اللي هي ثاني اكسيد الكربون. جميل. طيب البيروفات ده عشان يتم بقيه تكسيره الحقيقه ما بيتمش في السيتوبلازم، بيتم داخل الميتوكوندريا، لكن ده المركب ده غير قادر ان هو يخش ميتوكوندريا. بتتحل المشكله دي، بتتحل ازاي؟ بتتحل عن طريق تحول البيروفات ده الى مركب اخر اسمه اسيتايل كو اي، ده اللي هو كو اي اللي هو مرافق انزيمي للجروب ده او المركب اللي هو الاسيتايل. يبقى 3 كربون، ادي اول كربونه هتخرج فرحانه خالص اهي، ادي السي او 2 او الكربون بيخرج. اي كسر في الرابطه هنا لازم هيصاحبه خروج طاقه 2 ناد اتش، واحنا قلنا الناد اتش الواحد ده ب 3 اي تي بي، وده الانزيم اللي ايه المشارك في هذه العمليه اللي هو البايروفات دي هيدروجينيز. كلمه دي معناها نزع هيدروجين، وكلمه ايز او المقطع ده معناها انزيم، ان اي انزيم بيتسمى باسم المركب اللي بيشتغل عليه، يعني الانزيم ده بيشتغل على مين؟ على البايروفيت. يبقى ده اول جزء من التسميه. تاني جزء من التسميه الوظيفه بتاعته دي هيدروجينيز، عمليه نزع الهيدروجين، المهم بيصاحبها خروج طاقه. هذا المركب الاسيتايل كو اي اصبح قادر على دخول الميتوكوندريا ولا بد من استقبال المركب. المركب اللي هيستقبل الاسيتايل كو اي عفوا هو اوكسالو اسيتيت، ده مركب رباعي الكربون. هنلاحظ ان انا ميزت الكربون اللي جاي من الجلوكوز زي ما حضراتكم شايفين باللون الاسود الغامق عشان اقدر اتابع ذرات الكربون اللي جايه من الجلوكوز. طب نشوف مع بعض بقى هنا. هتبدا دوره كريبس هتحصل داخل الميتوكوندريا. المركب الاولاني الاوكسالو اسيتيت هيستقبل الاثنين كربون عشان يديني مركب سداسي الكربون بمساعده انزيم ستريت تنسيز اللي هو تقليق او تصنيع مركب الستريت سداسي الكربون. اربعه من الاصل هنا موجودين، وادي الاثنين بتوع الاسيتايل كو اي اللي هم جايين من الجلوكوز. بيبتدي الستريت ده يتحول الى الشبيه بتاعه او الايزو ستريت، بيعاد ترتيبه بصوره او باخرى، ده مش موضوعنا عشان كده انا مش راسم مركبات كيميائيه، ده مش مهمنا هنا، لكن 6 كربون زي ما هم عن طريق مساعده انزيم عشان يتحول لهذا الشكل. هذا المركب السداسي الكربون يبتدي يفقد ثاني ذره كربون، ما هم دول اثنين اهم،
دول اتنين فقدت واحده من البيروفيت قبل ما تخش في الخطوه التمهيديه، وادي الكربونه الثانيه بتفقد برضه فرحانه ثاني اكسيد الكربون اللي هو عن طريق انزيم ايزوستريت ديهيدروجينيز في الخطوه رقم 3 في التحول من مركب سداسي الكربون الى مركب خماسي الكربون بس. ادي الاربعه الاولين الموجودين من الاول، وادي الباقيه من البيروفات. المركب ده اسمه الفا كيتو جلوتاريت. بيتحول هذا المركب الخماسي الكربون الى مركب رباعي الكربون اللي هو الساكسينايل كو اي، وبرضه ادي الكربونه الثالثه. يبقى البيروفات اللي احنا بدانا فيه ادي الثلاثه بتوعه خرجوا، يبقى الخطوه لغايه رقم اربعه كل ذرات الجلوكوز السته هيكونوا خرجوا. احنا بنقول ثلاثه، ايوه ما هو الجلوكوز اتحول الى اثنين بيروفات، فكل واحد هيحصل فيه نفس الكلام، هيجي عند خطوه اربعه هتكون الثلاث ذرات كربون بتوع البيروفات خرجوا. طبعا ده بيتكرر مره ثانيه للجزء الثاني، يبقى كده انتهت كل ذرات الكربون من هنا والطاقه كلها خرجت. متاسف، هل خرجت كل ذرات مركبات الطاقه لغايه هنا بس؟ لا، الحقيقه الخطوات اللي بعد كده في دوره كريبس هي مجرد اعاده ترتيب للاربع ذرات كربون دول عشان ارجع للمركب الاولاني اللي انا بادئ بيه. هذا الترتيب او اعاده الترتيب هيصاحبها برضو خروج في الطاقه، لان كل مركب من دول بيكون اعلى في الطاقه من المركب اللي بعد منه زي كده. فالساكسينايل كو اي بيتحول عن طريق ساكسينايل كو اي سينثيز، فبيديني الساكسينيت مركب اخر، خلاص ده مساوي ليه في الطاقه عشان كده ما خرجش طاقه هنا. بيتحول الساكسينات الى الفيومرات، الحقيقه بيخرج هنا جي تي بي، هو مركب اخر الى اي تي بي لكن هو مشابه للاي تي بي او مكافئ ليه، فانا حطيتها اي تي بي بحيث انها ما يبقاش احنا في مركبات زياده، لكن المهم هي نوع من انواع الطاقه. فبيتحول من المركب رباعي الى مركب رباعي زي ما هو، ما فقدناش كربون، لا يفقد كربون بقى هنا خلاص من اول رقم اربعه ما فيش فقد كربون، لكن بيعاد الترتيب. الفيومرات ده ادي الخطوه هي اربعه بدانا، ادي أربعة فضلوا أربعة، بروح للخطوة رقم ستة، وادي بروح لرقم سبعة برضو أربعة، ولكن أعيد ترتيبهم بشكل آخر مختلف. اتحولنا من الفيومريت إلى الميليت مركب آخر، وخروج طاقة فاد اتش 2، يبقى إذا الفيومريت ده أعلى في الطاقة من مين؟ من الميليت، ما هو هيتحول لمركب أقل من الطاقة، ففي طاقة زيادة مش عايزها خرجت في صورة إيه؟ فاد اتش بي عن طريق إنزيم الفيومريت. بيبتدي يتحول من رقم سبعة الماليت، يتحول إلى مركب آخر اللي هو المركب الأخير في الدورة دي أو الأولاني اللي احنا بنبدأ بيه اللي هو الأوكزالو أسيتيت، برضو بيكون أقل في الطاقة عشان كده خرجت ناد اتش واحدة عن طريق إنزيم اللي هو إنزيم ميليت دي هيدروجينيز. كده بنكون كملنا الدورة كلها. يبقى احنا بدأنا بجزيء جلوكوز في خلال 10 خطوات في الجلايكوليسيس، وده فيديو مستقل لحاله. بدأنا هنا بقى بالبيروفات. البيروفات بتتحول لاسيتال كو اي وخروج طاقه، بيدخل الاسيتال كو اي ده اول ذره كربون اهي، الاسيتال كو اي بيتم استقباله ويبتدي يلف في الدوره دي كلها. الخطوه التمهيديه، الخطوه التمهيديه اللي هي بريباراتوري ستيب اللي هي في تحصل في السيتوبلازم دي، بيخرج ادي اول ذره ثاني اكسيد الكربون، ادي خطوه رقم التمهيديه، وادي في الخطوه من ثلاثه، خطوه رقم ثلاثه خرج ثاني اكسيد الكربون، وفي الخطوه رقم اربعه خرج ثاني اكسيد الكربون. يبقى في الخطوه التمهيديه والخطوه رقم ثلاثه والخطوه رقم خمسه اربعه كانت انتهت كل ذرات الجلوكوز اللي موجوده. طب والطاقه اللي خرجت هنا خرجت منين؟ في اعاده ترتيب المركبات الرباعيه دي. كم مركب سداسي؟ ادي الستريت وادي ازو ستريت، شبه بعض في الاسم يبقى دول سته. الالفا فيتوجوتريت، الالفا دي عامله زي الخمسه، هنعتبر ان دول خمسه عشان يفكرونا بس ان دول ايه؟ خمسه. فيما معنى يبقى اذا عندنا خطوه رقم اللي هو اول مركب وثاني مركب دول سته، العدد بيقل، وبعدين مركب واحد خمسه، بقيه المركبات كلها في الدوره مركبات رباعي. وبكده بتكون انتهت الدوره بتاعت كريبس، او عرفنا الخطوه الثانيه من خطوات دوره كريبس. وبكده بتكون انتهت دورة كريبس او الخطوات بتاعتها اللي هي الخطوة التانية من خطوات التنفس. ارجو تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو، واذا كان في اي تعليقات يسعدني ان استقبلها، وهنلتقي بعد كده في فيديوهين اخرين. الفيديو الاول اللي هيتم رفعه اللي هو الخاص بالجلايكوليسيس، الفيديو الاخر هيكون في الالكترون ترانسبورت سيستم اللي هي كيفية تحويل المركبات بقى دي اللي هي النات اتش دي كلها لما تروح للجزء الاخير او الخطوة الثالثة من التنفس الخلوي عشان تتحول الى الاي تي بي.
إن كنت أحسنت فمن الله، وإن كنت أسأت أو أخطأت فمن نفسي. اللهم علمنا ما تنفعنا، ما ينفعنا، وأنفعنا بما علمتنا. وأرجو نلتقي قريبا إن شاء الله في فيديو آخر بإذن الله. إلى أن ألقاكم في فيديو قريب، أترككم في رعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.